في شيء في الأفلام القديمة يعطي إحساس مخيف. في زمن كانت الأفلام صامتة، يوم كانت بالأبيض والأسود في بداية ظهور الأفلام. هذه الأفلام مسجلة في حقبة معينة وانتهت ولن تتكرر مرة أخرى. إحساس الرعب والغموض يتكرر في كثير من هذه الأفلام، يمكن بسبب غياب الصوت والألوان يعطيها إحساس بأنها شيء غامض ومبهم، ولكن تحتوي الكثير من الأشكال النادرة وأشكال شخصيات مخيفة وأحداث غريبة ليس لها أي تفسير، تبدو كأنها كوابيس. في سنة 2007 انتشرت صورة متحركة على الأنترنت، صورة من فيلم قديم كانت غريبة ومخيفة، فيها خنزير يضحك ويخرج لسانه بطريقة غريبة، وصفها الناس بأنها تجلب الكوابيس. أثارت خوف الناس ومنهم أثارت فضوله، مما جعلها تنتشر في الأنترنت. الصورة في الواقع هي من فيلم فرنسي قديم من سنة 1907 اسمه الخنزير الراقص. في الفيلم نشاهد شخصيتين، خنزير وبنت شابة. يبدأ الفيلم بخنزير لابس بدلة رسمية ويريد لفت انتباه الشابة، لكنها لا تعيره أي اهتمام. الخنزير يرقص لكن البنت تستمر في تجاهله وتدفعه بعيدا عنها. الخنزير يواصل محاولته للتقرب منها، إلا أن البنت تغضب وتقوم وتمزق ملابس الخنزير. الخنزير يخجل والبنت تبدأ ترقص وتعطيه عصا مزينة، وبعدها يتفاعل الخنزير معها ويبدأ هو أيضا بالرقص، ويستمر الخنزير في محاولة الاقتراب من البنت. البنت تأخذ الخنزير خلف الستار وترجعه بعدما تلبسه ملابس نسائية وتكمل الرقص مع الخنزير. الخنزير يبدأ يتعب، أما البنت تستمر في الرقص كأنها تذل الخنزير ومستمتعة بهذا الشيء. بعدما تنتهي الرقصة يحدث شيء غريب، الخنزير والبنت يرجعون إلى خلف الستار، لكنه يخرج الخنزير وحده وتعابير وجهه وجسمه فيها شيء غريب. لو نركز ببطن الخنزير أصبح منتفخ كأنه أكل البنت، لا أستطيع تأكيد هذا لكن هذا ما يبدو. ثم يرقص ويدخل مرة أخرى خلف الستار. الفيلم في ظاهره يبدو فيلم بريء، بعدها يأتي مشهد الخنزير المشهور وهو يضحك بطريقة غريبة ويقوم بحركات غريبة يجعلك تشعر بعدم الراحة، كأنه يريد أن يوصل رسالة الانتصار على البنت. فيلم انتقام الدمية هو أكثر فيلم فاجأني من بين كل الأفلام في هذا الفيديو. المشهد الأول، بنت وولد أخوها كانوا يلعبون وفجأة يبدأون بالشجار، يدخل الأب وينهي هذا الشجار، وكان قد أحضر معه دمية ترقص. يحاول الولد لمس الدمية لكن البنت لا تسمح له، ويأخذ اللعبة بالقوة منها ويبدأون بالتشاجر. يهرب الولد ويأخذ الدمية إلى غرفة أخرى، يبدأ بإتلاف اللعبة إلى أجزاء، وفجأة الولد بدون أي مبرر يحس بالمرض. وبعدها يحدث شيء غريب، أجزاء اللعبة تتحرك لوحدها وتعود إلى الدمية، وتصبح الدمية كأنها إنسان، تبدأ تكبر وتكبر إلى أن تصبح بحجم الإنسان. وبشكل غريب اللعبة تتضاعف
وتصبح لعبتين. الولد يخاف ويحاول الهرب، لكن اللعبتين يمسكونه وينتقمون منه، يقطعون جسم الولد إلى أجزاء مثل ما فعل. ولكن بعد ما يقطعوه، الأمر الغريب أنهم يأكلون كل جزء فيه. لم أتوقع هذه النهاية العنيفة والمخيفة، لأنه أول ما ترى الفيلم يبدو كأنه فيلم بريء. في هذا الفيلم تتعرض مجموعة من المسافرين لأمطار غزيرة. للهروب من الأمطار يلجأون إلى أقرب منزل، ثم يتحول هذا المنزل إلى وجه ضخم وغريب، كأن المنزل مسكون. بعد دخولهم تبدأ أمور غريبة تحدث. تظهر فتاة في اللوحة على الحائط وتبدأ تقوم بحركات غريبة ومخيفة. ثم يبدأ المنزل بالاهتزاز وتظهر أشباح في كل مكان، ويبقى المنزل يهتز ويدور. وفجأة يظهر شخص عملاق مخيف أو شبح ويقوم بأكل الأشخاص، وفي النهاية الأشخاص يتحولون إلى أشباح.